لما قلنا أخواننا عن سورة جمع العليم الحكيم فيها كل هذه، احنا قلنا عدا آية فوقها بين، فوقها برهان، فوقها سلطان، والبصيرة لا تكون إلا بهذا. وجدنا سورة جمعت هذا كله. قلت لكم في الدرس الفائت اقرأوا أول آياتها وآخر آياتها لتقولن تبارك اسم الله. هذه الآية اللي فيها الخمسة هذه سأقرأ أولها وآخرها، وأنا بقرأ ما حدا يتكلم، عفوا. اسمع. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. هذا الإعراب لسه من ذاته تقدمة مبارك، لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص. قلت لكم يا أخوان لا يكون القصص قصصا إلا إذا فصلت فيه، فما فوتت شيئا. فارتدا على آثارهما قصصا، يعني حتى لا يفوتهما شيء، لأنه يخشى موسى أن يفوته الخضر. فارتدا على آثارهما قصصا. فهذا الصورة اللي فيها هذا الفصل فيها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. جيد. آخر آية فيها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه أني سورة؟ يوسف. ففي يوسف فيها الآية فيه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات شيء، لقد كان في يوسف وإخوته آيات. وفي قراءة عن نبينا لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. هي آية. طيب بينا ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. لما قال موسى أولو جئتك بشيء مبين، يعني حتى الله يقول سلطان مبين، والمبين هو البين، واضح أخوان؟ فالإبانة في يوسف من مثلها. ثم البرهان، برهان فيها لولا أن رأى برهان ربي. البصيرة في آخرها قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. السلطان قال يوسف ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكل هذا في سورة واحدة فيها من القصص أحسنه، وفيها من التفصيل ما سمعت. حتى قال الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. طب السائلين بماذا شيخ؟ مفتوح. معقول؟ نعم. أليس التفصيل كل شيء؟ علم من علم وجهل من جهل. قلت لكم يا أخواننا لمن حضر معنا سورة يوسف تحكي قصة الخليقة من آدم إلى يوم الدين شيء، حتى أن يوسف يشبه أباه آدم. يعني ما رأينا أحدا يسجد لأحد في القرآن إلا الملائكة، يعني لغير الله. الملائكة يسجدون لآدم، وإخوة يوسف وأبواه يسجدون ليوسف، حتى لما أخرج من عند أبيه كما أخرج آدم من عند ربه. كيف؟ بكيد الشيطان. حتى قال يعقوب لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يعني حتى يعني كيفما نظرت فيها تشبه هذا ما كان فيه. ف
فهذه قصة يوسف عظيمة، وواضح أنه الآن الساعون إلى الملك في الدول العربية، بالذات الفرق اللي تنتسب إلى هذا الدين، واضح أنهم يحتجون بسورة يوسف ويستهدون بها. ولا في منه، ولا في منه.